أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين في نشرتنا الجوية لهذا اليوم. الأجواء بشكل عام أجواء معتدلة خريفية معتدلة، درجات الحرارة والأجواء بشكل عام في النهار تميل إلى الدفء بدرجات حرارة تتراوح ما بين 32 إلى 35 درجة مئوية، بينما درجات الحرارة في الليل تميل إلى الاعتدال، تتراوح درجات الحرارة ما بين 16 إلى 20 درجة مئوية. متوقع الليلة في بعض الإحساس بالرطوبة خاصة على بعض المناطق الساحلية والجزر، كذلك فرص تشكل الضباب على بعض الطرق السريعة المؤدية للمناطق الصحراوية. الفرص موجودة الليلة خاصة ابتداء من منتصف هذه الليلة. الأجواء الحالية في مدينة الكويت أعزائي المشاهدين، السماء صافية بشكل عام، استمرار في الرياح الشرقية سرعتها 10 كيلومتر في الساعة، درجة الحرارة الحالية 31 درجة مئوية. كذلك الرطوبة النسبية نلاحظ أنها 31%، متوقع أن ترتفع وخاصة مع بداية الساعات الأولى من الليل. الرؤية الأفقية لا تزال جيدة تتجاوز 10 كيلومتر. تتأثر دولة الكويت وبعض المناطق في الشمال شبه الجزيرة العربية في أنظمة جوية ضعيفة أدت إلى اعتدال أو استقرار الطقس وتقلب الرياح ما بين الرياح الجنوبية الشرقية إلى رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، أدت إلى ارتفاع نسبة الرطوبة خاصة على بعض المناطق الساحلية والجزر. الأجواء متوقعة في منتصف هذه الليلة أعزائي المشاهدين أجواء معتدلة في المناطق الغربية من دولة الكويت مع استمرار الرياح الجنوبية إلى الجنوبية الشرقية على بعض المناطق خفيفة السرعة. متوقع أن تصل درجة الحرارة في منطقة الشقايا والسالم 19 درجة مئوية، المناطق الوسطى والساحلية متفاوتة ما بين 20 إلى 22 درجة مئوية، في الجزر الكويتية من 28 إلى 26 درجة مئوية مع فرص لتكون الضباب خاصة على بعض المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من دولة الكويت. مع بداية دخول ساعات الصباح الأولى متوقع أن تكون درجات الحرارة الصغرى في معظم مناطق البلاد متفاوتة ما بين 16 درجة مئوية في المناطق الغربية، المناطق الساحلية والجزر متفاوتة ما بين 17 إلى 25 درجة مئوية مع استمرار الرياح الجنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، متوقع أن تراوح سرعة الرياح ما بين 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. ابتداء من منتصف نهار يوم غدا الاثنين متوقع أن تراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 34 إلى 36 درجة مئوية في مختلف مناطق البلاد. الرياح راح تتحول رياح شرقية ابتداء من بعد منتصف نهار يوم الغد خفيفة السرعة بشكل عام على المناطق الشرقية، أما المناطق الغربية الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة إلى رياح جنوبية غربية. الأجواء البحرية أعزائي المشاهدين متوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله أجواء معتدلة مناسبة لممارسة جميع الأنشطة البحرية، متوقع أن تراوح ارتفاع الموج ما بين 1 إلى 3 أقدام، التيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 4:37، موعد شروق الشمس الساعة 5:57، أذان المغرب إن شاء الله الساعة 5:07. بالنسبة للطقس المتوقع لمدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة أجواء مائلة إلى الدفء في النهار، تتراوح درجات الحرارة في مدينة الكويت ما بين 32 إلى 34 درجة مئوية، بينما درجات الحرارة الصغرى متفاوتة ما بين 17 إلى 19 درجة مئوية طول هذا الأسبوع. درجات الحرارة في بعض المناطق خاصة الغربية من دولة الكويت قد تقل إلى ما دون ذلك، قد تصل إلى 16 درجة مئوية خاصة المناطق الساحلية والصحراوية. الاثنين باشر إن شاء الله راح يكون أجواء رطبة نوعا ما على المناطق الساحلية وكذلك الجزر، وتوقع تكون ضباب في مساء يوم غدا الاثنين بسبب الرياح الجنوبية الشرقية الرطبة. ابتداء من يوم الثلاثاء تتحول الرياح لمتقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، في ساعات الليل تتحول لشمالية غربية راح تستمر ويانا إلى عطلة نهاية الأسبوع، تتراوح سرعتها ما بين 5 إلى 25 كيلومتر في الساعة. أعزائي المشاهدين أشكركم على حسن المتابعة، والآن أخذكم في جولة مع درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية.